شاركت يا نادين في 3 بطولات كاس عالم مع المنتخب المصري، برضو عايزين نعرف اكتر عن ده. انا اول كاس عالم ليا كنت مع منتخبي تحت، كنا 17 سنه لعبناه في التشيك. تاني كاس عالم لعبته كنت متصعده مع المنتخب الاكبر مني، رحنا روسيا. وتالت واحد كان 3-3 في كازاخستان. الحمد لله في كل الكاس عالم اللي انا رحتهم كنت واخده رانكينج في السكورر. في اول واحد كنت طالعه الخمسه، تاني واحد كنت طالعه السبعه، في التالت واحد كنت برضو عامله رقم كويس. وكنت كان فيهم هناك في 3-3 لعبها مختلف، كنا برضو مختلفه وبيعملوا حاجات تانية، يعني مثلا بيعملوا 3 بوينت شوتينج كونتست، مثلا بيشوطوا ويشوفوا مين يجيب اكتر، بيعملوا مسابقه مهارات ودي بتحسب بتايم، دي قدرت انا اطلع فيها الرابعه، فكان طبعا يعني انجاز برضو كبير أكيد. يعني طيب، يعني انت تعتبري احدث، او خلينا نقول من ضمن احدث الصفقات اللي ابرمت مؤخرا في النادي الاهلي فيما يتعلق بفريق السيدات لكره السله، شايفه ان انت ايه اللي ممكن تقدميه مختلف مع الفريق؟ اللي انا عايزه اقدمه مختلف، اللي انا انقل الاكسبيرينس اللي انا خدتها وتعلمتها في امريكا، من اسلوب تمرين، من تحضير للماتشات، من روتين كلعيبه محترفه، عايزه انقل ده لفرقتي. عايزه انقل لهم فكره ان هو احنا يعني التمرين مختلف، والمفروض ان انت تكوني جايه محضره للتمرين، وانت بتتمرني في التمرين زي ما المفروض تلعبي في الماتشات، يعني المفروض التمرين يبقى اصعب من الماتشات. يعني هما دايما هناك انا كانوا ده رول نمبر 1، التمرين بتاعي المفروض يبقى اصعب من الماتش. فانا عايزه انقل فكره الاستراتيجي بتاعت التمرين عامه، عايزه المواقف، انا وقعت في مواقف كتير جدا في الماتشات، سيتويشنز كتير جدا وتعلمت منها كتير قوي، عايزه فبقى عندي خبره، فعايزه انقل ده برده لفرقتي. الحمد لله ناس صغيره جدا، صغيره عندنا في النادي الاهلي برضو، دايما بنات بييجوا يتكلموا معايا عايزين يعرفوا حاجات بسيطه جدا، ازاي يحسنوا حاجه، ازاي يقروا الملعب احسن، وبقدر اللي هو انا اتكلم معاهم الحمد لله هم بيستفادوا من كده وبيرجعوا يقولوا لي ان هم اتمرنوا عليها وقدروا يعملوها، فحاجات كلها تبسطني طبعا جدا ان احنا نبقى متفوقين كلنا يعني.